بصي هي عندها يعني مشكله برضو مهمه هي بتسعى للمثاليه يعني انا عايزه ابقى احسن حاجه لو دي حاجه وحشه في زيادتها بتبقى وحشه لانها بتفقدك القدره على الاستمتاع انت مش مستمتعه باي حاجه مم. كل حاجه بتعمليها بتعمليها بجد قوي لانه فعلا الواحد بي مننا بيكون مش متقبل نفسه يعني انا عمري ما هبقى هاديه حد طبعا. بس يجي انا بطلب منك تبقي هاديه اه تعالى ثلاثه وجمعه ان شاء الله وانا اكون <applause> هاديه مش هينفع يعني كل واحد وطريقته <applause> هي كانت بتحمل نفسها بتحمل نفسها فوق طاقتها فوق طق... الوقت عايزه صح؟ تتشاف بطريقه مم. معينه عايزه تاخد مكانه معينه مم. فبتعلي قوي بتقدر تقول لك انا اجازه الصيف ونص سنة انا بستغلهم على اكمل وجه لا انت عيشي سنك مم. في حاجات محتاجه تعمليها مش علشان عيون الناس ترضى عنك انت ارضي عن نفسك ابسطي نفسك ولا هسالك سؤال قبل ما اخد المداخله الدينية معانا اقعدي فكري كده فيه الاجيال اللي جايه كبرت قبل اوانها مم. يعني وباء عالمي وحرب صحيح. عالميه كتير. كتير. و... كتير ده اللي بيعمل فيهم كده بيخلي السوشيال يعني. ميديا مم. العالم الافتراضي العالم الافتراضي بالذات والسوشيال ميديا بالذات وسعت مداركهم اكتر بقى يشوفوا حاجات كتير فكري بقى نحلها لهم ازاي